أكيد رشا، يعني مثل ما بنقول دائما قديش هي صعبة وحساسة مسألة تربية الأولاد، خاصة اليوم يمكن المفاهيم تغيرت، الحياة تطورت أكثر، صار في دائما نسمع عم ربي ابني تربية حديثة، لكن يا ترى هل هو في مفهوم صح عم يتطبق كمان بطريقة صح، بحيث إنه إحنا ما نضيع الولد وما يكون في ضوابط دائما، لأنه إحنا بنحس إنه دائما الضوابط هي اللي بتبني شخصية الطفل. صحيح. والحزم مطلوب دائما، لكن شو هي الشعرة الفاصلة بنقول بين الحزم وبين الأسوة، بين التربية الحديثة وبين النجاح فعلا بتربية الطفل؟ أكيد فرح، مثل ما قلت اليوم كلنا بنطمح للتربية الحديثة لأطفالنا، ولكن بعض القواعد الأساسية، بعض الضوابط بحياة أطفالنا ممكن تحولهم من طفل سليم لمتمرد. يعني نحن اليوم بنحب ندلل الطفل، نعطيه مساحة حرية كتير كبيرة، ولكن أحيانا بيكبر هذا الطفل بنندم على لحظات لو عملنا هيك ما كنا وصلنا لهون، يمكن مرقنا بهدول التجارب. ما بدنا نقول لو، خلينا نحن نبعد شوي عن اللو، خلينا نعرف شوي شو هي الأساسيات والخطوط الحمراء اللي ممكن نتعامل فيها مع الطفل، شو هي مساحة الحرية المسموحة أيضا. رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل وتحت عنوان التربية الحديثة مع الأستاذة هناء الأزهري. يسعد لي صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. أهلا وسهلا. صباح الخير أستاذة هناء، أهلا وسهلا بحضرتك. اليوم كل أهالي بيطمحوا لهيئة التربية الحديثة السليمة، يعني دائما نقول بين قوسين السليمة، ولكن شو هي التربية الحديثة السليمة؟ أول شيء نحن بدنا نتفق أن التربية عبارة عن علم وفن. العلم يعني قواعد أساسية بدنا نمشي عليها، وفن يعني قابلة للتعديل والتغيير حسب الحالة اللي نحن عنا، يعني حسب كل إنسان هو بيعرف أطفاله، كل أم هي أدرى بأطفالها بأولادها كيف بيفكروا كيف بيتعاملوا. هاي عظمة الأمومة، إنه الأم بتفهم على ابنها من نظرة عينه، من حديثه، ليش هيك عم يصير معه، ليش عم يتصرف هاي التصرفات. فدائما نحن بناخد من أساسيات التربية الحديثة أو التربية السليمة، وكمان ممكن نعدل حسب الحالة للطفل أو اللي نحن عم نتعرض إلى. خلينا نقول اليوم في شوي من حالة الضياع عند الأهل بين أنه أنا كيف بدي ربي ابني تربية حديثة بعيدة عن العنف، بعيدة عن الضغط، وكيف كمان بقدر حط ضوابط صح لحتى ابني يكون عنده صح وعنده غلط. تمام. هلأ نحن يعني ما بدنا نكون كتير متساهلين بموضوع التربية لحتى يطلع الولد اتكالي، يطلع الولد ما عنده شخصية، ممحي الشخصية، أو يطلع الولد متمرد على أهله، ما بيسمع الكلام، أو ما بي يعني ما بيكون فيه هيبة للأهل. وما بدنا كمان كتير الشدة لحتى يصير هو الطفل هذا مثل ما بقولوها كل ممنوع مرغوب، الشيء اللي بنمنعه عنه هو بيرغب فيه ويعني بيسعى إله. فنحن دائما لازم الطفل وقت نحن نوبخه على عمل معين قام فيه، أول شيء بدنا نحط قدامنا انه نحن عم نربي هذا الطفل لحتى يطلع شخص سوي، ما كتير نقمعه ونعتبر انه هذا الغلط نهاية العالم، وكتير يعني نحسسه انه هو خلص ما انه انسان منيح وما انه انسان فعال بالمجتمع او ما انه مرغوب فيه بالعائلة. وتاني شيء يعني نبين له الاسباب، هي اهم شيء يمكن. تمام. يعني الطفل اذكى ما مما نحن نتصور او نتخيل، كتير بيفهم وكتير بيعرف يعني كل شيء عم يدور حواليه، بس هو بيعبر عنه بطريقة نحن ما بنفهمها. تمام. فنحن بدنا دائما نبين له الأسباب، إنه أنت تعاقبت بسبب قيامك بهذا الشيء، هذا الشيء بيعني كذا وبيتطور لكذا وبيصير بالمستقبل هيك معه، وانت اذا يعني بتختار الطريق المعاكس ممكن تصير انسان محترم، انسان مرغوب بالمجتمع، انسان محبوب. فبدنا نبين له الطريقين. بس سؤال صغير، اليوم نحن لما بنقول اليوم صار وقت انه نحن نربي الولد، لانه يمكن بثلاث سنين بيقولوا نحن ممنوع نعاقب، بثلاث سنين ممنوع، الطفل لسه ما بيكون عنده ادراك كامل، شو هو العمر المناسب برايك حتى نحن فعلا نبلش مبدا الثواب، مبدا العقاب او العتاب او اللوم، او اللوم الكلمه يمكن اللي كثير اهالي ما بيحبوا يستخدموها اليوم، لكن شو هو العمر المناسب لحتى نبلش فعلا نربي صح؟ هلا الدين الاسلامي حط اسس للتربيه، يعني بالغرب بيقولوا اسس التربيه، وهي في نحن عندنا اساسات. الرسول صلى الله عليه وسلم قال انه لعب سبع
وربيه سبع وصاحبه بعدين، تمام؟ فأول 7 سنين من حياة الطفل بدها تكون التعليم بطريقة اللعب، بطريقة الانتباه، نوجه له نصائح، نوجه له، نبرمجه، نعطيه، نضل عم نحكي معه، نحاكيه عن طريق القصة، عن طريق اللعب، عن طريق كلياتها. هاي تربية عن طريق اللعب. ثاني شيء بال7 سنين الثانية بدنا نبلش نعرفه شو هو الغلط وشو هو الصح، شو هو العقاب وشو هو الثواب، لحتى بكون صار عنده وعي بيقدر يستوعب. أما تحت ال7 سنين فأنت عاقبته، هو يمكن ما فهم عليك أنت ليش عاقبته أو ما عرفان ليش. حتى لو غلط يعني تحت ال7 سنين نحن بنفهمه وبنحاكي إنه ما بصير هيك نعمل هاي، بس الثواب يعني اللي يكون العقاب القاسي لبعد 7 سنين، يعني من 7 سنين وفوق. هاي كلها مرحلة تربية ونفهمه الصح من الغلط. تمام. ولكن اليوم ست هنا عم تقولي انه اليوم 7 سنين هو عمر يعني الطفل، وخاصة بهذا الوقت يعني احنا قدام جيل جدا ذكي، يعني عم يتعامل مع التكنولوجيا كأنه حدا كتير كبير. اليوم 7 سنين، هل انا قادرة ارجع اتحكم بابني؟ انا 7 سنين تاركته انه صح عم بنصحه وصح عم بعطيه نصائح تعليمات الى اخره، ولكن احنا بنعرف انه هذا الطفل مثل الاسفنج، شو بتعلميه من سنته الاولى هو قادر يمشي عليه خلال الايام فيما بعد. يعني اذا بنروح على الاخطاء، اليوم كلياتنا بنحب نعطي اولادنا مساحه من الحريه يعبروا عن رايهم، ياخذوا قراراتهم ولو تحت اشراف الاهالي، ولكن في بعض الاخطاء من الاهل خلينا نروح نركز عليها. يعني هي اكيد هفوه وليس خطا، يعني بدافع الحنيه وحضانه أكيد. الطفل طبعا دائما الدافع عند الأهل هو الخوف على الطفل، الخوف على مصلحته، الخوف على يعني دائما من باب يعني انه يطلع انسان، كل واحد بحب اولاده يطلعوا احسن الناس صحيح. بس ما بدنا هذا الشيء ينقلب ضد الطفل، بدنا نعرف نحن كيف نتصرف، كيف نتحكم بمشاعرنا. ممكن من خوفنا على هذا الطفل ننفعل زياده عن اللزوم، فتكون يعني ردة الفعل اكثر من الشيء اللي سواه الطفل، فممكن نحن نأذيه بهاي الحالة. هلا بالنسبة ل7 سنين الأولى نحن مثل ما حكيت نحن عم نبرمجه، تمام؟ يعني بنقول له عن الصح، بنقول له عن الغلط، بس بكون العقاب أخف. تمام. شو العقاب يعني المناسب برأيك بهذا العمر؟ هلا العقاب المناسب إنه نحرمه من الشيء اللي بحبه لفترة معينة، تمام؟ لازم يكون في يعني مو كتير أسوأ، و يعني نحرمه مثلا من شيء بحبه، اذا كان مثلا حابب يطلع مثلا مشوار، لا انت مثلا لانك عملت كذا المره الجاي بس تعمل عكس الشيء بوعدك. يعني نفهمه شو هو الثواب وشو هو العقاب. اما التربيه الصارمه وال يعني ما بقولوها الخطوط الحمراء اللي ما لازم يتخطاها الطفل بتصير بال7 سنين الثانيه من حياته. بنصير نحن بنعاقبه، بنوبخه، بنورجيه انه هذا الشيء اللي سواه انه ما انه منيح، بنعلمه كيف انه يعمل الشيء المناسب. طبعا مو كتير هلا بال7 سنين الاولى نحن بدنا نحاول نلقن الطفل، اما بال7 سنين الثانيه بدنا نحاول نسمع الطفل أكثر ما نحن نحاكيه، يعني نتركه يعبر عن مشاعره، يعبر عن أحاسيسه. أهم شيء التعبير عن المشاعر، أنه يقدر يعبر الطفل عن مشاعره، شو اللي مضايقه، شو اللي معصبه، شو اللي بفرحه، شو اللي بزعله. دائما نساعده نحن لحتى يعبر عن مشاعره، لحتى يطلع إنسان متوازن نفسيا ويقدر. قدام مهم اليوم التعبير عن المشاعر. اليوم منعاني أو بأطفالنا أو بعض الأشخاص من موضوع الكبت، يعني وهذا الشيء إذا بدنا نرجع لأساساته بنرجع لمرحلة الطفولة اليوم، إنه هذا الطفل كان مكبوت، وصل لعمر ما بصحة نفسية سيئة خلينا نقول، وهذا الشيء أعطاني المجتمع الحوالي. موضوع الكبت قدين إحنا موضوع مفروض نركز عليه، ما نسمح للطفل يفوت بهذا المود.
تمام. موضوع الكبت كتير يعني موضوع مهم بمرحلة التربية السنين الأولى، لازم دائما نخلي يعبر عن مشاعره، يحكي دائما، نحن نسأله، نحاول نسأله مثلا راح المدرسة شو ساويت اليوم بالمدرسة، مع مين لعبت، شو عطتكم الأنسة، إن شاء الله انبسطت مع رفقاتك، أو مثلا رفيقه حاكى كلام مثلا مو منيح، بنقول له لا أنت تربايتك مثلا أنت غير هيك، لازم ما تسمع لهذا الكلام أو ما تحاول تردده، يعني بنلقنه كل هاي التربية لحتى يقدر هو يعبر عن مشاعره ويحكي. الطفل اللي بيناقشك مثلا أو بيعاندك أو بيعارضك، هذا الطفل سوي، لأنه إجباري بهذا العمر الطفل بده يعبر عن مشاعره، بده يحكي ساوي هيك، لا ما بدي هيك، أنا بدي هيك، يعني عم يحكي. الطفل اللي بتقولي له أعمل هيك بيعمل وهو ساكت وما في أي ردة فعل، هذا طفل مشروع، طفل مريض نفسي، وطفل عنده كبت وما عنده شو الفرق بينه تعبير. بين الطفل المسالم، الطفل صاحب الشخصية القيادية، الطفل المتمرد، يعني شخصيات مختلفة اليوم بحسب اختلاف كمان المجتمع والبيئة الطالع منه الطفل. فخلينا نميز اليوم بين الطفل العنيد فعلا، واليوم كثير اهالي عم يشتكوا يمكن العند، شو هي درجه العند المقبوله، شو هي امتى بنقول عن الطفل انه هو مسالم، خلينا نقول ما عنده مرض نفسي لكن هو مسالم بشخصيته. هلا لازم الطفل يكون عنده بالسنوات الاولى، لازم يكون في عنده رده فعل، لازم يكون في عنده معانده لحد مقبول. هلا نحن مع الطفل العنيد، نحن ساويناه عنيد، تمام، انه اعمل هيك، لا ما لا بدك تعمل هيك، فهو صار يعاند. تمام، يعني حتى الشخص الكبير يعني ما بحب شيء ينفرض عليه، صحيح، يعني انا اذا بجي مثلا بحكي لحضرتك انه لازم تعملي هيك، انت ما نقتنع، لا ما بدي اساوي، يعني كل ما اصريت عليكي اكثر كل ما بترفضي الموضوع اكثر. تمام، فنحن بدنا نحاول يعني ما نخلي هذا الطفل عنيد، دائما نعطيه خيارات. تمام، يعني حل العند انك تعطيه خيارات، مثلا بدك تنام على الساعه 8، اكيد ما راح ينام على الساعه 8، فانت قبل بنص ساعه بتحب تقوم تنام هلا مثلا، ولا بتكمل البرنامج اللي عم تتفرج عليه وبعدين بتنام، او بتكمل اللعبه اللي عم تلعبها وبعدين بتنام، او بتحب تشرب عصير مثلا وبعدين بتنام. فنحن عطيناه خيارات، بس بالاخير شو بده ينام، بده ينام. تمام، فهو حس حاله عنده مساحه من الخيارات، حس حاله انه هو اللي فيه يختار. تمام، فلا انا بكمل هذا وبعدين بنام، فلحاله بتلاقي بعد نص ساعه خلص البرنامج او خلص اللعبه اللي بايده وبايده وقام لحاله نام. بده مثلا شيء معين انه بنحاول نناقشه، اذا ما اذا هذا الشيء مثلا بتحب مثلا نجيب لك هذا الغرض، هو يعني ما نو منيح لك، ممكن الغرض الفلاني يكون فيه له فائدة أكثر أو شيء، فنعطيه مساحة من التعبير. نحن يعني عملوا إحصائية على كلمة لا، كلمة لا كتير كبيرة بالنسبة لكلمة نعم، يعني 10% مقابل 1% من كلمة لا عم تنقال للطفل بدون ما يعرف السبب. بدي أعمل لا، بدي لا لا لا، طيب ليش هيك، لا انا ما بعرف مصلحتك، لا تناقش، لا تجادل، لا كذا. فهاي كتير يعني بتعطي، بتحول الطفل لطفل عنيد ودائما بيعاند، خلص صار عنده مثل ما بيقولوا بالعاميه انه تمسحت المشاعر عنده، بصير يعني كل شغله بدك اياها انت لا بيساوي عكسه. تمام، فنحن بنصنع الطفل العنيد، بدنا كتير ننتبه لهاي النقطة لحتى ما يطلع عنا طفل عنيد، حتى بصير بالمستقبل يعني انه مع زوجته مع اولاده مع كذا خلص شخصيته على هذا الاساس. تمام، نفس الاسلوب يعني. طيب اليوم عنا بالبيت الواحد بجوز اكثر من طفل، يعني اليوم نحن حكينا ببداية الفقرة عن التربية الحديثة اللي بتخص الطفل بشكل عام، ولكن اليوم انا عندي طفلين ضمن البيت، وايضا اليوم التربية بدها تكون لاثنين، اليوم شو اهم الاساسات لان قادرة اتبعها مع الاطفال بعد عن المقارنة، ما تطغى شخصية طفل على طفل اخر، وشوف في البيت الواحد طفل خجول وطفل عنيد متمرد، يعني هاي اليوم كمان الاهل لهم علاقة بهي القصة، اليوم كيف انا قادرة اساوي بين
هدول الطفلين واعطيهم حقهم ضمن التربية السليمة. تماما. هلا اهم شيء بموضوع التربية بين الاطفال اذا كان في اكثر من طفل بالمنزل هو المساواة. يعني قد ما كان الطفل هذا مؤذي مثلا وهذا هادي فانا بدي اعاملهم بمساواة، ومثل ما تفضلتي حضرتك نبعد تماما عن المقارنة كان بين الاطفال بين بعضا او باقي العائلة مثلا او رفقات او كذا. دائما نقارن الطفل بنفسه. نعم. انه انت مثلا السنة الماضية كان عندك تقصير بالعلامات، الحمد لله هاي السنة طلعت من الاوائل، برابو. السنة الجاية مثلا بتجيب علامات اعلى. دائما نقارنه بنفسه ما نقارنه بغيره. يعني نحن القواعد اللي نحكيها عن الاطفال فحتى لو حطيتيها على الشخص الكبير هي بتضايق، فالطفل بفكر مثلنا تماما. يعني مو لانه طفل ما بيفهم مثلا او ما بيعرف او ما عنده وعي. انت مثلا كمان الكبير اذا قارنتي باي انسان ثاني كثير بيتضايق، كثير بحس حاله انه هو اقل وهو ما له كفؤ للحياه او ما له كفؤ للشيء اللي هو عم يشتغله. فدائما نقارن الشخص بنفسه او الطفل بنفسه لحتى هو يكون عنده حافز لحتى يتقدم ويستمر. طبعا اختلاف الأطفال في عنا شيء اسمه أنظمة تمثيلية للإنسان إن كان الطفل أو الإنسان الكبير. فنحن بدنا نعرف شو النظام التمثيلي للطفل تبعنا، هل هو سمعي مثلا بيستوعب بطريق السمع بالنصائح بالحكي، ولا هو حسي بدك تلاعبيه انت لحتى يستوعب، او هو بصري بدك تورجيه مثلا فيلم بدك تعطيه قصه مثلا تقراي له اياها فيها صور فيها كذا. فكل طفل بيختلف عن الثاني. انت بدك تشوفي الاستجابه عند الطفل وين اكثر لحتى انت تقدري تمشي معه بهذا الطريق. اليوم مع هاي ظروف الحياة الصعبة ويمكن انشغال الأهل بشكل كتير كبير عن أولادهم، وهن طبعا النية كتير شريفة وكتير سامية إنه هن يأمنوا يمكن حياة تليق بأطفالهم ويأمنوا كل مستلزماتهم واحتياجاتهم، لكن على الجانب الثاني وين الإشباع العاطفي اليوم عم بيكون عند الطفل؟ دائما بنشوف نحن الأطفال يلي عندهم نوع من العدوانية هن ما عندهم يمكن إشباع عاطفي. خلينا نحكي عن هذا الموضوع، كيف نحن بنقدر نعمل إشباع عاطفي عند الطفل بشكل كتير كبير بعيدا يمكن عن الاحتواء الزايد خلينا نقول يلي بتعمل شخصية ضعيفة. تمام. الإشباع العاطفي كتير مهم عند الطفل، لأنه إذا ما كان عنده إشباع عاطفي بالطفولة فهو فورا بيبحث عنه خارج نطاق الأسرة، وبكون التعلق زائد. يعني بكون التعلق عنده مرضي، بتعلق بأي شخص بأي شيء، بتعلق فيه تعلق كبير. فلازم يكون في إشباع عاطفي لهذا الطفل. يعني بظل الظروف الصعبة نحن بدنا نراعي الحياة المستلزمات الحياة، وبدنا نراعي مستلزمات أطفالنا كمان العاطفية والنفسية والاجتماعية. يعني هو الطفل مشروع إنسان، أنت حطيت نفسك بأسمى دور ممكن يقوم فيه الإنسان وهو صناعة الإنسان، فأنت لازم تكون قد هاي المسؤولية. يعني لازم يكون الشاب والفتاة قبل الزواج مؤهلين لحتى يكونوا آباء لهؤلاء الأطفال. تمام. طيب خلينا هيك نروح سريعا ست هناء، اليوم أيضا عنا فئة المراهقين ضمن البيت، يعني اليوم التربية الحديثة حتى لو أنت بلشت فيها من صغر اليوم أنت قدام مرحلة حرجة إن كان على الأهل إن كان على الشاب أو الصبي نفسه، اليوم بحاجة لعناية بحاجة لمناخ بعيدا عن الطفولة نقدر نفصل. اليوم شو أهم الأساسات أو النصائح اللي أنا قادرة اتعامل فيها مع هذا الشاب بهذا التغيير؟ تمام. أول شيء بدنا نحسس هذا الشاب أو هاي الفتاة أنه صار إنسان مسؤول، نحمله المسؤولية. يعني مرحلة المراهقة ما أنا أنه مثلا خلص أنت صرت شاب صرت مسؤول أنت بدك مثلا ترتب أغراضك بنفسك. طبعا نحن هاي الأمور بنكون معلمينه إياها منذ الطفولة، بس لكن بنعززها أكثر بمرحلة المراهقة. نحاول ناخذ رأيه بكل شيء، نحاول نحسسه أنه هو إنسان فاعل بالأسرة، لأنه المراهق إمتى بيهرب لبرات البيت للأصدقاء لما بيلاقي حدا يسمعه، لما ما بيلاقي حدا يسمعه بيلاقي مثلا صديق أو صديقة عم يعطيه اهتمام عم يعطيه مشاعر،
فخلص بيتخلى عن كل شيء لأنه لا الشيء اللي ناقصه. فنحن ما نحسسه بهذا النقص، دائما نحسسه أنه هو إنسان فاعل، إنسان له رأي، يعني بأي شيء نصير ناخذ رأيه، بأمور البيت، بأمور كل شيء بناخذ رأيه لحتى هو يحس حاله له كيان وصار إنسان كبير، لأنه هو بكون الأنا عنده كتير مرتفعة بهذا العمر. فنحن نحاول نشبع عنده هاي الأنا مع ضوابط، طبعا نكون ضابطين للأخطاء للكذا، ودائما في حوار، يعني هذا الشيء التوبيخ أو الزجر أو العقوبات اللي كانت قبل فهي ما عاد تنفع معه بهذا العمر، فبدي يكون في استراتيجية جديدة نحاول نصادقه، يكون نكون أصدقاء له قبل ما يصادق الناس الثانية. تمام، نشكرك أكيد على كل المعلومات اللي قدمتي لنا إياها. إن شاء الله هاي الظروف والضغوط اللي عم يعيشوها الأهل ما تنعكس على أولادهم بطريقة سلبية، وحاولوا يتفهموا قدر الإمكان إنه هذا الطفل له حقوق وله احتياجات كتير كبيرة، وشوي شوي يمكن نبني للطفل مثل ما منقول لبني لبني لحتى نوصل نحن للشخصية القيادية، الشخصية الصح خلينا نقول اللي قادرة تنتج بهذا المجتمع. شكرا لك. شكراً لحضورك اليوم لكل المعلومات اللي ذكرتيها. أكيد اليوم هذا الموضوع جداً مهم بالنسبة لأي حدا فينا ومستمر. شكراً لحضرتك. شكراً. أهلا وسهلا فيك. شكراً لمشاهدينا. شكراً.